طبعا احنا دلوقتي هنروح لموضوع تاني قبل ما نكمل كلامنا عن هذا المؤتمر، وهو قصة الطفل يوسف محمود. كان مصاب بشلل رباعي بعد تعرضه لحادث كبير. والدة الطفل وجهت استغاثة عبر وسائل الإعلام لوزارة الداخلية، وبالفعل تم الاستجابة من قبل وزارة الداخلية وقدمت برنامج علاج متكامل. استعاد الطفل حالته الطبيعية وعاد لحركته بعد 3 شهور من العلاج. طبعا احنا بنوجه الشكر طبعا لوزارة الداخلية على هذه الاستجابة للحالات الإنسانية اللي بتلجأ لوسائل الإعلام وبتطلب الاستجابة. نشوف في التقرير. حلم ظل يراود والدة الطفل يوسف أن يسير بشكل طبيعي ويعود لممارسة حياته الطبيعية من جديد بعد إصابته بشلل رباعي إثر حادث تعرض له. تتوقع أن تكون الاستجابة سريعة بهذا الشكل، ففي لمسة إنسانية من الوزارة كانت الاستجابة. يعني بمجرد ما أسماء خلصت التليفون كنت بلاقي مكتبه بيتكلم فين تليفون أسماء وفين عنوانها. وفي مركز العلاج الطبيعي التابع لوزارة الداخلية بدأت مراحل العلاج. الحمد لله بفضل الله يوسف تلقى مجموعة جلسات مميزة على ايد اكفأ دكاترة المتواجدين في مصر بل وفي الشرق الاوسط كله. مجموعة جلسات تتمثل في جلسات علاج وظيفي، علاج يدوي، يعني مجموعة يعني متنوعة من الجلسات، واهم الجلسات دي طبعا كان العلاج المائي اللي ادى الى تقدم الحاله بشكل كبير، وادى الى ان الحاله تطورت بشكل كبير والقدره العضليه للجسم بدات تستعيد قواها والاطراف بدات تستعيد نشاطها. وطبعا على راس الجلسات دي واهمها طبعا هو جهاز اللوكومات او جلسات اللوكومات. الجلسات دي كانت ليها سبب رئيسي في ان ابني وبفضل الله في خلال 3 شهور استعاد القدره على المشي مره ثانيه، لان الجهاز ده تختص بيه مستشفى هيفن ويختص بيه وزاره الداخليه في جمهوريه مصر العربيه. فهو جهاز ما شاء الله يعني ادى الى ان الولد حالته تطورت بشكل مميز، المشيه تكاد تكون الحمد لله شبه طبيعيه. الحمد لله وشكر لله، يعني احنا شفنا مجهود كبير جدا داخل مستشفى هيفن. برنامج علاجي متكامل وضعه قطاع الخدمات الطبيه التابع لوزاره الداخليه بإشراف نخبة من الاستشاريين والمتخصصين طبي وعلاجي وتأهيلي بهدف استعادة الطفل لحالته الطبيعية بشكل متدرج. بعد أشهر من العلاج تحولت حالته الصحية وظهر تحسن ملحوظ في حالته ليعتمد بشكل كامل على نفسه بعد أن كان يعتمد على الآخرين في تحركاته، وبما يسمح له بالعودة لممارسة حياته الطبيعية مع التردد على المركز لاستكمال جلسات العلاج الطبيعي اللازمة. الحمد لله يوسف دلوقتي قدر يعتمد على نفسه اعتماد كلي، يقدر يقعد لوحده، قادر يتعامل بشكل طبيعي. وتأتي الاستجابة السريعة من وزارة الداخلية لهذه المناشدة الإنسانية لعلاج الطفل يوسف تأكيداً على الدور الإنساني للوزارة ومساهمتها الاجتماعية الفاعلة في دعم ومساندة المجتمع. فتكفي هذه البسمة على وجه الطفل الذي استعاد حياته من جديد. الحمد لله ابني النهاردة وصل للشفاء الكامل، والحمد لله وإحنا لسه طبعا بفضل الله مكملين، وإن شاء الله بإذن الله هنوصل للشفاء التام. وألف شكر. كنت جاي مستشفى هيفن وأنا ما بتحركش، والحمد لله بفضل الله بعد 3 شهور الحمد لله بقيت اتحرك وبمشي الحمد لله. وانا بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزاره الداخليه ان هم خلوني ارجع امشي مره ثانيه.